استكمال الليل الدرس بتاع النهارده. الدرس بتاع النهارده برضو بيتكلم عن ايه؟ عن برضو واحد مختص بعلم الفلك والجغرافيا. هو عالم شهير وطبعا من قديما قوي موجود من زمان. اسمه قبل ما نقول اسمه هو عالم شهير، هو عالم في علم ايه؟ في علم الفلك والجغرافيا. علم الفلك وايه؟ طيب العالم الشهير بتاعنا ده في علم الفلك، يعني ايه علم فلك؟ يعني ايه علم فلك؟ يعني دراسة حركة الكواكب والنجوم. دراسة حركة ايه؟ الكواكب والنجوم. طيب ويعني ايه علم الجغرافيا؟ علم الجغرافيا هو دراسة كل شيء على سطح الأرض، كل حاجة موجودة على سطح ايه؟ الأرض اللي احنا عايشين عليها، تمام كده؟ تمام. طيب تعالوا بقى نشوف مين هو ده العالم الشهير اللي بنتكلم عنه وبنقول ان هو عالم في الفلك والجغرافيا وكان شغوف بيها قوي وبيحبها جدا. وبناء عليه كمان ايه اللي حصل؟ احنا اكتشفنا ان الارض بتدور حوالين نفسها. يعني ايه بتدور؟ يعني ايه بتلف؟ برافو عليك بتلف، بس المفروض تحط ايدك على الديسك وانا هقول لك ايه؟ قوم. يعني ايه تاني بتدور؟ تلف. يعني ايه بتدور؟ تلف. اكتشف ان الارض بتلف حوالين نفسها. ولففان الارض حوالين نفسها اضطر ان هو يؤدي الى تعاقب الليل والنهار. طيب اكتشف ايه كمان؟ عارفين ساعه ما نيجي نصلي ولا بابا وماما بيصلوا في البيت؟ مش احنا ماما وبابا بيحطوا المصليه وبيوجهوها اتجاه القبله؟ اتجاه القبله. لازم تبقى بنوجه المصليه وبنفرشها في اتجاه معين، اتجاه الايه؟ القبله. صح كده؟ طيب مين اللي اكتشف وعرفنا اتجاه القبله؟ برافو عليك، هو عالم الفلك الايه؟ البيروني. هو عالم الفلك مش البيروني، البيروني. طيب يبقى كده عرفنا اتجاه القبله، وهو اكتشف دوران الارض حوالين نفسها اللي ادى لتعاقب الليل والنهار. يبقى احنا بنتكلم كده عن عالم شهير اسمه عالم ايه؟ ابو الريحان البيروني. اسمه ايه؟ ابو الريحان البيروني. يبقى كده عالم اسمه ايه؟ ابو الريحان البيروني. الدرس اللي بنتكلم عنه النهارده عالم الفلك ابو الريحان. عالم الفلك انا استنى البيروني. ركزوا عيني كلكم انكم على السبوره على الكلمات اللي انا بشاور عليها. هو العالم العربي ابو الريحان البيروني. كان البيروني شغوفا بعلم الفلك والجغرافيا، فهو من جدع، برافو عليك، انا غلطت انت صلح عليا. فهو من ماشي اكتشف ان الشمس اكبر من الارض. انا الجزء بتاع الدرس هقراه وبعد كده هقراه.